حياكم مشاهدينا، نحييكم من بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك بأقصى ريف درعا الغربي، حيث يتم اليوم لليوم الثاني استكمال عملية تسوية الأوضاع ضمن هذه البلدة للمسلحين والمطلوبين وأيضا للفريق من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها. بالأمس تم تسوية أوضاع ما يزيد عن 300 شخص، وأيضا اليوم تم تسوية أوضاع العشرات من أبناء هذه المادة، وأيضا تم يعني تسليم العديد من قطع الأسلحة يوم الأمس، وأيضا العملية مستكملة اليوم. وبطبيعة الحال الأسلحة التي تم تسليمها الأمس تضم بنادق آلية وقذائف من نوع ار بي جي، وايضا قذائف مدفعيه من عيار 122، وايضا بعض الرشاشات من عيار 14.5، وايضا قذائف ار بي جي وعدد من الذخيره، وايضا بنادق اليه. تستمر العمليه اليوم الثاني لابناء هذه البلده والبلدات المحيطه بها، نتحدث عن بلدات جمله ونافعه وايضا بلدات بيت اره وكويه، كافه مناطق حوض اليرموك ومعريا، وايضا البلدات المحاذيه لهذه البلده. بطبيعه الحال العمليه تتم اليوم بظل خطوات متلاحقه، وايضا جهد مستمر لاستكمال هذا الموضوع، عمليه تسويق اوضاع ضمن هذا المركز. وصلت تسهيلات كبيره حقيقه تقدمها لجنه التسويه ضمن هذا المركز، واستمرار يعني اقبال العشرات من ابناء هذه البلدات كما قلت لعمليه تسويه اوضاعهم. وصلت رضا شعبي حقيقه من اهالي هذه البلده، وايضا ممن هم مطلوبون وايضا يقومون بتسويه اوضاعهم ضمن هذا المركز. سنحاول ان نلتقي عدد من ابناء هذه البلدتين يقومون بتسويه اوضاعهم، وايضا عدد من الوجهاء ضمن هذا المكان. عافيه، شو رايك بعمليه التسويه اليوم الثاني؟ كيف عم بتتم الامور ببلده الشجره؟ الحمد لله رب العالمين على عوده الامن والامان لبلده الشجره والقرى المحيطه بها، ونشكر القيادة الحكيمة على هذا العمل الجيد، ونتمنى أن تسود أجواء الأمن والأمان في منطقتنا، ونتمنى أن تعود الناس إلى أعمالها كالمعتاد، وننتهي من هذه الحقبة التي قضت على كثير من الشباب ومن النهضة العمرانية التي كنا سنكون فيها. ونتمنى أن تكون هذه التسوية شاملة وعامة، وأن يعم الأمن والأمان إلى هذه البلد. شكرا لك. أهلا وسهلا. والله عملية مشرفة ترفع الراس، ونحن نتمنى من رب العالمين انه يعلي بين القلوب وترجع الاخوة بين الناس ويدوم السلام والامن والطمأنينة والامان في كل البلاد. متخلف عن الخدمة العسكرية؟ متخلف. قد ايش صار لك متخلف؟ صار لك تقريبا شي 7 شهور. شو رايك بالتسوية؟ قد ايش هي فرصة مهمة اليوم؟ فرصة مهمة وحلوة يعني كثير. واحد بيرجع على خدمته بيروح وين ما بده وبيجي. يعطيك الف عافية. يعطيك العافية صديقي. الله يعافيك. ليش جاي تعمل هون؟ شو حاب توجه رسالة؟ جاي نعمل تسوية للفرار. قديش صار عندك فرار؟ تقريبا شي سنة. شو رأيك بالتسوية؟ قديش مهمة فعلا؟ منيح وبتساعد العساكر. إذا عملية تسوية الأوضاع مستمرة ضمن هذا المركز وضمن منطقة حوض اليرموك لاستكمال هذا الموضوع بشكل كامل. يتم فيما بعد الانتقال إلى البنود الأخرى المتعلقة بعملية انتشار وحدات الجيش والقوى الأمنية، وأيضا إجراء عمليات التفتيش ضمن هذه المناطق الشاسعة حقيقة، وهي تجمع عدة قرى ضمن هذه المنطقة، وهي تحاذي بطبيعة الحال الأراضي المحتلة في الجولان السوري. العملية مستمرة، تسليم السلاح مستمر، وتسوية الأوضاع مستمرة ضمن هذه المنطقة بشكل كامل. كنت أنا معكم فراس أحمد من بلدة الشجرة ريف درعا الغربي.